المشاهدين ارحب فيكم في فقره ديوان الشباب ديوان المواهب معي اليوم بطلنا عبد العزيز الشطي لاعب المباراه زي مرحبا فيك عبد العزيز مرحبا فيك ويعطيك العافيه ونتشرف انك تكون ويانا اليوم بعد راسي شرف لي لا نتشرف طال عمرك مشاركتكم في اولمبياد ريو بالبرازيل عارف انه في مشاكل رياضيه الدعم شلون تاهلتوا بدايه مساكم الله بالخير ويعطيكم العافيه تشرف طبعا اكون معك لا الشرف طال عمرك بعد راسي ومشكورين وايد على الفرصه تخلونا شوي فضفض نطلع اللي بصدورنا بدايه الاولمبيات مشوارها جدا طويل يعني المنتخبات بشكل عام تشتغل فيها كل 4 سنين يعني من بدايه السنه الاولى الثانيه الثالثه لما توصل لاخر مرحله خلاص توصل لمرحلة أن ضغوطات وايد راح تكون عالية صعوبات راح تزداد أكثر وأكثر خاصة إحنا في آخر سنة واجهتنا يمكن أكبر مشكلة اللي هي الإيقاف اللي أقطعت على قولتهم من الكهرباء والماء فباختصار السنة الأخيرة من بعد طبعا ما وصلنا قرار الإيقاف أن ممنوعين من المشاركة في أي بطولة دولية صارت الفرصة جدا ضئيلة الفرصة صارت أن بطولة التصفيات الآسيوية طبعا علشان أتأهل حق هالبطولة لازم أكون مصنف رقم 1 على مستوى الدولة فبذاك الوقت أنا ما كنت مصنف رقم 1 لأن التفكير كان أساسا أن أشارك في بطولات دولية ونعدل التصنيف ومن خلال التصنيف الدولي نقدر نشارك في دورة الألعاب الأولمبية يعني مستبعدين أن مثلا نشارك من خلال بطولة التصفيات كان الأمل أقوى شديت حيلي في بطولة الدور الكويتي الدور العام شاركت في بطولتين على مستوى دولة الكويت وبطولتين على مستوى تصنيف الاتحاد الكويتي قدرت أفوز في 3 بطولات وبطولة طلعت المركز الثالث بس من البطولة الثالثة حسمت أنه خلاص أنا راح أكون ممثل منتخب الكويت في بطولة التصفيات الآسيوية طبعا بطولة التصفيات الآسيوية كل 4 سنين تتغير لائحة اختيار عدد اللاعبين من كل قارة هالسنة هذه هم على حظي انه يبون فقط بطل البطولة يعني اللي راح يروح يلعب هالبطولة لازم يجيب المركز الاول علشان يتأهل حق دورة الألعاب الأولمبية خلصنا طبعا المرحلة الاولى المرحلة الثانية اللي هي بطولة التصفيات طبعا تشارك معك وايد لاعبين معروفين يعني من اللاعبين اللي انا اعرفهم ولعبت معاهم من قبل لاعب كازاخستان مصنف 24 على مستوى العالم وهو بطل اسيا كان 3 مرات لاعب اوزباكستان لاعب كيرغستان غير المنتخبات اللي تعتبر ايضا مزعجه يعني من ناحيه الاداء والسرعه والتكنيك غير منتخبات الخليجيه اللي هم في اسماء هم مؤثره وقويه على مستوى اسيا مهنا الحمود لاعب منتخب السعوديه عبد الله الحمادي منتخب الامارات فالمنافسه كانت حيل قويه المفاجأة ان انا دور الثمانية واجهت المرشح رقم 1 اللي هو لاعب كازاخستان طبعا المباراة كانت بداية المباراة كانت هادية جدا هادية اول 3 دقائق طبعا المباراة 3 جولات 3 دقائق 3 مرات وبينهم دقيقة راحة في 3 دقائق الاولى صارة كانت تقريبا مو مهتمه حق اللعبة لان كان تفكير الكل انه هو راح يفوز خلاص انه ما حد يعرف يعني الاول والبطل بعد 3 دقائق الصالة صارت حيل ممتلئة أن يو شافوا المباراة شافوا السكور 10-5 أنا متقدم على بطل آسيا لا في شيء غريب أن هذا اللاعب إذا خسر ما راح يشارك في بطولة الأولمبياد وراح يعيد شغله 4 سنين وهو متحضر لها طبعا أكثر مني لأن أنا الإيقاف منعني من أن أشارك في عدة بطولات لمدة موسم كامل وهو لا الريال شغال من بطولة لبطولة من بطولة لبطولة فأنا راح أقضي على حلم على قولتهم الحمد لله وفقت فزت في أول مباراة المباراة الثانية كانت ضد لاعب تايوان أيضا فزت وصلت النهائي طبعا خلاص الحين التفكير صار يا أني أتأهل أو ما أتأهل لاعب أوزباكستان هو لاعب كبير عمره 39 لاعب أوزباكستان ولاعب كازاخستان هم كانوا مشاركين في بطولة الأولمبيات اللي طافت في لندن وداشين دور 16 ولاعب كازاخستان واصل دور 8 يعني عندهم خبرة في هالمجال أنا طبعا داش إن خلاص ظروفي هي خلاص خلتني إن ما أفكر بشيء إلا بهالمقعد والحمد لله يعني قدرت أفوز في المباراة وتأهلت حجزت المقعد الحمد لله بنشوف صور سوري أساس الوقت راح تظهر قدامك هني بالشاشة يا ليت يعطيني إياها المخرج الصور وتكلم لي عليه
على اساس نتكلم عن البطوله مشاركتك هناك وجاء البطوله في البرازيل. هذه الصوره، هذه المباراه ضد بطل اوروبا وبطل عالم ريدلي. هذه اول مباراه، هذه اللي خسرت منها انا. هذا خسرت فيها، هذه خسرت فيها. طبعا البطوله 38 لاعب مشارك، مثل ما قلت لي كافي التاهل. هو التاهل كان مجله بحد ذاته، كان مشوار جدا صعب. نعم. يعني انا غير الصعوبات اللي واجهناها على مستوى المجال الرياضي، انا واجهت صعوبات حتى في البيت، يعني على مستوى عائلي، الاهل سافروا العلاج، فاضطريت اني اتحمل مسؤوليه البيت شوي. من ناحيه الوظيفه انا كنت موظف جديد، فكنت هم قاعد اوازن بين النادي وبين التمرين وبين البيت وبين الوظيفه، وما قصروا الامانه معي. يعني كافي ان وصلنا لتاهل الحمد لله رغم هذه الظروف. اكيد اي والله، لو كانت الظروف كلها مهيئه اعتقد ناخذ مركز طيب. اكيد اكيد. طبعا البطوله فيها 38 لاعب، الايقاف خلى التصنيف الاخير، اضطريت ان انا اكون في مركز 38. تبدا من الاول؟ ابدا من الاول. طبعا البطوله ما فيها تصفيات، فدايركت خروج المغلوب، فالمشوار راح يكون جدا صعب نظرا للمركز الاخير. فبدايه البطوله كانت مع لاعب هنغاريا. لاعب هنغاريا هو عنده 4 بطولات اوروبا و4 عالم، بس احنا كلعبه بشكل عام احنا لعبتنا ما لها والي، خاصه سلاحي انا بالذات. احنا عندنا 3 اسلحه، احنا سلاحنا مزعج بالنسبه حق اللاعبين، لان صعب تضمن مباراه. المباراه تتغير من الى في ثواني. صح. فبالنسبه لي انا لاعب، انا اقدر اشوف فيديوهات عنه، هو ما يقدر يشوف عني ولا شيء، فانا اعتبر مجهول بالنسبه له. خطه كانت ان اتحضر، يعني الحمد لله الهيئه ما قصروا رغم الظروف، اعطوني معسكرين. صار في اعداد قبل البطوله لمده 2 شهر. اعطوكم اعداد؟ اعطوني اعداد، تذاكر، اعطوني كل شيء، مخصصات. اي اكيد، انا الهيئه العامه ما قصروا معي. كان المعسكر الاول من ناحيه اللياقه البدنيه في جورجيا، المعسكر الثاني كان في ايطاليا على مرحلتين. مشاركتي كانت مع، يعني من ناحيه التدريب، مع المنتخب الايطالي. حلو. الاولمبي والمنتخب العام. زين، نتكلم باختصار بس معي دقيقتين. اكيد. وين وصلنا من خلال الصور هذه؟ طبعا في مجموعه من الصور بطولات عربيه وخليجيه، بس الاولمبيات يعني حتى بعد ما خلصت المباراه اللاعب هو نفسه، يعني انا خسرت فارغ الوقت 14-13 فارغ النقطه من بطل العالم. صح. هو يالي قال لي انت من وين؟ طبعا السؤال هذا مثل طعنه. والعلم وين؟ قال لي انت من وين اول شيء؟ قلت له انا من الكويت. طبعا انا ما قاعد العب بدون شعار وبدون اسم. قال لي انت ترى تلعب زين. انا طبعا من قهر خسران، هو ما يدري شنو الوضع اللي انا عشته، شنو الظروف. انا قلت له سيوسون، كان اعطاك البطوله. قال لي انا قلت له سيوسون، ودي اباني بحمر صراحه. وراح نوصل ان شاء الله، ان شاء الله رفع الايقاف وتشاركون بالبطولات ونستانس برفع العلم الكويتي ان شاء الله. يا رب يا رب، حلم هذا نشوفك بطل ان شاء الله، والميداليه وترجع لنا بالميداليه. اكيد اكيد. وكان المفروض من وقتنا اكثر وياك، بعد راسي وجودك شرف بالنسبه لنا. شرف لي. الله يوفقك يا ابو سعود. اجمعين يا رب. نشوفك ان شاء الله بطل اولمبي كويتي. تم تكريم في سيدي حضر صاحب سمو امير البلاد ان شاء الله. يا رب يا رب. شكرا ابو سعود لحضورك اليوم ويانا، ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك. مشكورين اعزائي المشاهدين، نشوف هذا التقرير وارجع لكم الى ضيف وحدث.